اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. كلام حلو قوي، تعال ننفذه عملي. يعني لازم يكون عندنا يوم في الاسبوع الاكل بتاعنا صحي بقدر الامكان، نهرب من الدهون، نهرب من الحاجات اللي بتؤدي لدسامه، زبده، سمنه، زيت وهكذا. معانا السمان النهارده، السمان محددين اقامته في ان هو يتعمل مشوي، وبالكتير لو عملناه حشوي يعني حشناه فريك او برغل ايا كان او رز زيه زي الحمام، ولكن اكتر حاجه طبعا بتتحشي الحمام بتتحشي فريك، واحنا المصريين شطار فيه قوي. معايا السمان النهارده هعمله كبسه بالخضار، يعني معانا جزر ومعانا كوسه معانا فلفله معانا طبعا الخضار بتاعنا والتوابل العربيه، هنعمل طبق كبسه جامد جدا. طعم السمان هنا هيبقى مسيطر على طعم الرز. معانا نوع بطاطس مشهور في بعض المطاعم، ممكن بناخد ولادنا بناكل بيتزا بناكل فراخ ايا كان، بنجيب 5-6 حبات في العلبه وفي الباكت كده بيعملوا لهم 20-30-40 جنيه، ثمن 5 كيلو بطاطس اللي هي بطاطا ويدجز. البطاطا دي طبعا من المطبخ الغربي، ولكن هي بطاطا مصريه بتاخد توابل عربيه لطيفه جميله. هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع تركيه المغازي، ونعالج المشاكل في ان هي تعجن مع بعضيها او ان هي ما تستويش وتبقى مكرمشه وتبقى زي الفل. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا عصير المناعه، تقويه المناعه، عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا. البنجر من لونه بيفتح النفس، لونه الاحمر الحلو فبيلعب على دول لون الدم اللي هو بيساعد على زيادة الدم في أجزاء الجسم، معالجة الأنيميا، كل الكلام ده مع بعضه، ومع البرتقال. فالعصير ده طبعا بهديل كل الأطفال الحلوين وخاصة اللي عندهم مشاكل مع الأنيميا اللي هو عصير البنجر بالبرتقال. حلقاتي فيها تفاصيل كتيرة، فيها معلومة غير معلومة، فيها تركاية إزاي أعمل أكل صحي بطريقة صحية من نفس الماتيريال والحاجات اللي موجودة عندك في التلاجة. هنطلع فاصل صغير أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير. يعني ايه تفاصيل صغيرة ومعنى كبير؟ سمان دايما بناكله مشوي، هنجيب جوز سمان حلوين ونختارهم يكون وزنهم كبير يعني او وزنهم زيادة شوية، يعني السمانية تكون متغذية كده وزي الفل. بتشوفيها طبعا بالشكل ده كده بيتفتح من ظهرها. ومعانا طبعا بصل وتوم ورز بسمتي، تشكيلة من الخضار اذا كان جزر او كوسة، طماطم، فلفل ملون، وزيت زيتون. طبعا الأكلة دي بريئة من الزبدة والسمنة. هتقولي ليه يا شيف مغازي الكبسة لازم سمنة ولازم زبدة؟ احنا متفقين على مبدأ، احنا بنعمل الأكل اللي نفسنا فيه ولكن بطريقة صحية، ونهرب من الدهون اللي موجودة في المحتوى بتاع الأكل. بنعمل عملية أبحاث عليها كده ونهرب من الدهون، ونعمل نعمل الكبسة ونعمل أم علي، نعمل البسبوسة زي ما احنا عايزين. تعالوا نشتغل في الكبسة مع بعض، لسه نشوف المقادير. طيب، سمان، تشكيلة من الخضار، إذا كان جزر أو كوسة، فلفلة ملونة، طماطم، كل ده مع بعضه. ما ننساش التوم ده أساسي معانا، ومعلقة من الجنزبيل بتدي تيست عالي للكبسة. والبهارات العربية اللي هي عنوان الكبسة، نعملها بقى رجيم، نعملها دايت، نعملها صحية، نعملها دسمة، المهم لازم يكون معانا توابل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. خلونا أشرح توابل الكبسة كل ما تيجي سيرة الكبسة. الكبسة عنوانها التوابل العربية، إذا كان لومي اللي هو الليمون الجاف فيه منه الأسود واللون الجميل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، أو القرفة اللي هي الدرسين، أو الحبهان اللي هو الهيل، أو القرنفل اللي هو المسمار، وورق اللورا اللي هو ورق الغار، مع الملح والفلفل. أول حاجة هبدأ بيها أتبل السمان عشان ياخد صدمة نارية حلوة، يقوم الرز يبقى طعم السمان. خلي بالكم معانا السمان حلو، جوز سمان حلو قوي زي الفل، فتح ظهره اتغسل بالشكل ده كده، نجيب الظهر الحلوه ده كده، سمانيه حلوه زي الفل. ممكن يكون جوز السمان دولت 5-6-7-8، مش هيقولوا لا، حسب عدد افراد الاسره مفيش اي مشكله. هنشيل دي من هنا خلاص مش عايزينها. البهارات بتاعتنا اللطيفة الجميلة أساسي فيها ملح وفلفل بالشكل ده كده، ونمسك السمان ده يا أستاذ محمد ندلعه ونتوصى بيه شوية. هنتبل السمان بتاعنا، نتوصى بيه في التتبيلة شوية، لأن أنا هنا
ببحث وبجتهد في ان انا اعيش شويه شوربه عشان الكبسه. ما انا ما عنديش شوربه لحمه ضاني، ما عنديش شوربه كوارع، ما عنديش شوربه لحمه كندوز. ما هي الكبسه يعني شوربه، نغلي لحمه ونغلي دجاج ونحطه على النار، ناخد الشوربه بتاعته والمرق بتاعه، نكبس فيه الرز مع اللحمه او الدجاج. ده الملخص الشفوي لعمل الكبسه. انا هنا ببحث علشان اجيب شويه شوربه من السمان اللي معايا ده. حطيت بهارات ملح وفلفل وحطيت شويه جنزبيل لطاف زي الفل. وهنمسك السمان كده بالشكل ده كده، معانا توم طازه كمان اهو زي الفل، حلو قوي اهو. ونمسك بطن السمانيه كده عشان ما يبقاش فيه زفاره. السمان طالما اندبح كويس وتنضف كويس يا ست الكل، ويتغسل بميه ساقعه. السمانيه تتغسل بميه ساقعه وهي سليمه، غسلتيها وهي سليمه افتحها واتكل على الله. اهو ده السمان جاهز معانا زي الفل. ده بعد التتبيله الواحد ياكله ني، مش محتاج لوقت من التسويه خالص. حلو الكلام لغايه كده زي الفل. حل على النار شديده الحراره بالشكل ده كده. استخدامنا للماده الدهنيه لا زبده ولا سمنه، زيت زيتون معلقتين صغيرين. خلي بالك التفاصيل هنا، معايا حل على النار فيها بوكيه جرنيه مخرجنا الجميل. اذا كان جزر او كرفس او بصل او توم، كل ده بيغلي مع بعضه. الشوربه الحلوه اللي معايا دي كده اهي، الشوربه دي فيها ايه؟ فيها كرفس، فيها حبهان، فيها ورق لورو، فيها توم. كل ده بيغلي في الحله علشان عايز شويه مرق حلوين قوي. الله على الصوره الحلوه، الصوره بتتكلم مصر على الشاشه وموجوده على السوشيال ميديا. معانا بصل، بصلتين حلوين كده زي الفل. انا عايز البصل كمان شخصيته تبان مع الكبسه، حلو اهو. شرايح، اللهم صل على النبي. انا بحب البصل الاحمر دايما في المطبخ في الاكل يعني. الاتنين زي بعض، بس الاحمر شويه بيفتح النفس كده وبيخلي الواحد ايه يتعامل مع البصليه الحمراء دي بشخصيتها القويه. اه خاصه بعد ما بقطعها بيبان جمالها. اه اللهم صل على النبي. التقطيعه دي مهمه جدا. هاخد البصل ده يا عم الشيف مع الزيت اللي بيسخن ده كده. بس تركيه المغازي بيعمل ايه بقى؟ بيحط التوابل كده علشان الشهقه بتاعه الزيت. اه القرفه كده لما تنزل تتحمر شويه الزيت ياخدوا طعم القرفه. هيقول لك يا مغازي السمان يتعمل بالخضار، ده الجزر لوحده عايز له ساعه على النار يا راجل يا طيب. حلو الكلام، وشهد شاهد من اهلها. الجزر ده انا سلقه ثلاث ارباع سوى. المخرج بيسالني بيقول لي مش نعمل الحاجات دي في الحلقه يا شيف وانا بحضر يعني المزمبلاس بيسموه مصطلحات الطاويه. فقلت له يا مخرجنا الجزر ده بياخد وقت كتير في السوى، فايه المشكله لما اخده غلوه على النار في الحله بقى بوكيه جرديه ده كده ويبقى معايا ثلاث ارباع سوى، يوم الوقت بتاعنا ايه يستوي بسرعه. الدليل على كده نمسك الجزريه اهي، شفت الجزريه اهو جاهزه اهو. الناس اللي بتسال ويقول لك الكبسه بالخضار، جزرايه سلقتها ثلاث ارباع سوى اه زي الفل اه تمام. اصبح ان الجزر مهيئ للسمان. طب الكوسه؟ لا بالعكس، الكوسه بتستوي في نفس الطين. معانا فلفله ملونه نفس الموضوع، خلاص كده السكه ماشيه مع بعضيها. علشان اللي بيسال يقول لك ازاي كبسه بالخضار واحط لها جزر، الجو اللي احنا عارفينه ده كده. هنعمل ايه بقى يا عم الشيف؟ هناخد السمان زي الفل اهو بالشكل ده كده. اول حاجه تنزل على البصلية كده عشان بطن السمانيه تاخد التوابل العربيه اهو. شفت الحركه دي مهمه جدا، خلي بالك اهو اهو. الله، هو ده يا شيف. السمان هنا بيتحمر، التوابل وعشق التوابل بيخش في لحم السمانيه. ننزل قرن الفلفل الحار ده كده عنوان الكبسه، فصين توم حلوين قابلونا في الطريق. بقيه البهارات هاخدها زي ما هي كده احطها على وش السمان مكان ما تبلت اهو زي الفل. وغطي الحله دي هسه، حلو قوي، لغايه لما السمان يتشمع بالتوابل اللي انا قلبتها من شويه، التوابل اللي احنا حطيناها على البصله بتاعتنا والزيت مع التوابل العربيه. اغطيها ولا ما اغطاش؟ اغطيها اه. نيجي للخضار بتاعنا اه، معانا كوسه، معانا طماطم، معانا فلفل ملون، نقطعه بشكل لطيف. بما ان النهارده الاكل صحي فلازم ان انا اخدم على الاكل. بعمل كبسه زي ما قال الاخ علاء من شويه، ممكن نعملها بالخضار بس، قصدي بالسمان بس، ان انا احط معاها خضار
كده انا ايه حولتها لاكل صح. دي كوسه لطيفه زي الفل بقطعها بالشكل ده كده. معانا الكوسه، معانا فلفله ملونه، معانا طماطم قطعناها كاريهات بالشكل ده كده. الخضار ايه؟ الجزر. قال لك يا اول نظر جزر يعني فيتامين سي، فلفله ملونه يعني فيتامين سي. شوفوا شكل الخضار على البلانشه بيفتح النفس ازاي، يستاهلوا السمان اهو. حلو قوي ده. انا هجود كمان ومعايا زبيب. الزبيب دايما بتشوفه في اكله البرياني المندي، بنلاقي مع جزر كده والجو اللي هو ايه لزوم الشوق مع الاكل العربي. انا طبعا برضو السمان، معايا شويه زبيب حلوين كده بحطهم في الاخر في قلب الرز، بيدوا طعم للرز بيخليه لطيف وجميل. تشكيله خضار تفتح النفس من خير ارضنا، اذا كان كوسه او جزر، فلفله ملونه، طماطم، بصل، كل ده مع بعضه. ونبص على السمان ونصلي على الحبيب، ما بقاش سمان بقى ديك رومي سبحان الله. خلونا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. السمان عايز المعاملة برفق شوية، اللحم بتاعه ما بيستحملش. الجزر عشان كده جزر هيقناه له وسويناه نص سوا. بناخد الجزر الحلو ده كده بنوزعه، أنا هنا برصه رصة حلوة علشان في الآخر هقلب الحلة دي كده. شايفين الخضار بترص ازاي؟ بعد السمان ما بياخد الصدمة النارية بحط الخضار بالشكل ده كده. واحنا بنحط الخضار يا ست الكل، نحط في الاعتبار هنا الرز البسمتي يتوزع. اللهم صل على النبي. عشان الرز البسمتي ما ياخدش وقت كبير منك من السوى وتهيئيه، بتغسليه مره اتنين تلاته وتصفيه من الميه وتخليه على جنب، يبقى معانا بالشكل ده كده اهو. حبات الرز جاهز اهو. حلو قوي. يوم الرز ينزل ما بين الخضار وبعضه والسمان بالشكل ده كده. لسه ما خلصتش. ناخد الجزر، ناخد الطماطم. اللي يضرب معلقتين من الرز ده بالخضار بتاعه وبالتوابل بتاعته زي الفل يا فندم. وادي الرز. معانا حلة على ايد اليمين متوصي بيها ومخدم عليها، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توم، فيها بهارات عربية. استغليت الفرصة علشان اخدها واشرب الرز ده مع الخضار. بالشكل ده كده. ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي. وحقوق الطبع لدينا وبس، كبسة بالسمان والخضار. يا نعم. حلو قوي. سؤال جانا من على السوشيال ميديا دلوقتي بيقول ينفع نبدل السمان بالحمام؟ طبعا. والسمان هتبقى الحمام هتبقى طبعا ايه سمينة شوية، والحمام بيبقى بالطبيعي بيبقى أكبر من السمان وهتبقى زي الفل. كبسة بالحمام وعملتها قبل كده. نصفي كده المية الحلوة دي كده، ما بقتش مية هنا بقت شوربة. بوكي جرنيه، جزر، كرفس، بصل، توم، قرفة، ورق لورا، وحبان، قرنفل، كل ده غلوة على النار. حلو قوي. واسيبها واغطيها كده تعيش مع نفسها. شفنا التفاصيل، تفاصيل بسيطة وسهلة. والأكل النهاردة أكل صحي، والصحة تاج عروس الأصحاء يا حودة. أجيب لك الأكل ده ونيجي أنا وأنت نتغدى مع بعض. حلة على النار فيها كل حاجة حلوة، فيها الحب، فيها خبرة طهوية، فيها سمان. شايفين بدأت المية تغلى والمية جنبينا زي الفل. خضار هنا، خلي بالك نسبة المية مع رز فيه خضار بتختلف غير نسبة المية مع رز خالي من الخضار. علل ولماذا؟ لأن الخضار هنا بيديني السوائل، ففي بدايل هنا، فنخف إيدينا من السوائل شوية إذا كان مية أو شوربة. حلة زي ما هي كده على النار بنغطيها ونشوف اللي بعده. اللي بعده نوع بطاطس بالأعشاب، المسمى بتاعها في بعض المطاعم
اسمها بطاطا ويدجز. البطاطا دي او البطاطس دي لها طريقه كده في عمايلها، والسر مع المغازي ازاي ان انا ما اخليهاش تعجل في بعضيها، ازاي ما اخليهاش طريه تكون معايا كريسبي وفيها التوابل وفيها الطعم زي بتاع المطاعم. هنشوف الكلام ده مع بعض، تفاصيل صغيره وحاجه لطيفه مع بعض. المقادير على الشاشه، وانت لما تعملها لاولادك بجد هيحبوا ياكلوها من ايدك، مش هياكلوها بره خالص. ليه يا مغازي؟ لان البطاطا دي بتيجي مجمده، تتحط في الديب فريزر درجه تبريد 20 تحت الصفر، الا كارت او الا اوردر بينطلب بالتليفون واحنا واقفين، بتطلع البطاطس من الفريزر، تعدى على سير، يتحسب الطيب 10 دقائق 5 دقائق، تستوي تروح البيت تلاقيها لسه من جوه تلج ايس كريم. ليه؟ نسبه وتناسب، ما خدتش، هي اتحمرت من بره. وده حصل معايا بالفعل دون ذكر اي اسماء. فتعملها في البيت، ما تروحوش تلاقيها في البيت ايس كريم من جوه لسه مجمده بس محمره من بره. الكلام ده هنشوفه مع بعض ازاي. حلو الكلام؟ هناخد البطاطس دي مع بعض. اللهم صل على النبي. هي الفكره كلها ان اولادنا لما بياكلوا حاجه بره بتعجبهم، حتى لو انت عملتها في البيت يقول لك يا ماما عايزها زي بتاعت بره. انت تقنعيه ازاي انك انت الحاجه الحلوه دي انت عاملاها بايدك واحسن من بتاعت بره؟ ده دورك ودور الشيف المغازي في نفس الوقت. البطاطس معانا اهي زي الفل، قشرناها حطيناها في ميه عشان ما تسودش بسكينه لطيفه، هنقطعها نفس التقطيعه. البطاطس بتاعتهم بتبقى صغيره شويه بيقطعوها على اربعه. معانا زي الفل نفس التقطيعه، بالشكل ده كده. حلوه، والتقطيعه تكون كلها حجم واحد يا شيف علشان ما فيش واحده تستوي جامد وواحده تكون لسه نص سوا. خلي بالك، ودرجه حراره الفرن عندك تكون 180. ناخد البطاطسيه كده بالشكل ده كده. شاطرين في تقطيع البطاطس؟ تمام. بس خلاص زي ما هي كده اهي. حلو قوي، تمام. نجيبها الناحيه دي شويه، تمام. واللي متقطع عندنا جاهز اهو. حلو، الله، ده تقريبا كيلو ونص بطاطس يكفي عيله. روح اشتريهم كده هيعدلك بالواحده، قول لك 40 جنيه. نيجي للبطاطس بتاعتنا الجميله، تعالوا نعمل الخلطه بتاعت المطاعم اللي احنا بنشوفها مع بعض كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بوله صغيره. يا نعم، حاضر يا فندم، حاضر يا غالي. عايز ابص على السمان، السمان طار من الحله، تبص عليه؟ يلا. سامع الصوت ده كده؟ سامع الصوت؟ الصوت. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ الحركه دي. بدا الخضار يبان شوية، وهسه هنلاقي السمان طلع على وش الحلة اهو. مستحيل طبعا ان انا حاطه تحت علشان لما نقلب الحلة دي يبان السمان. هو ده زي الفل كده اهو، تشكيلة الخضار، التوابل العربية، عنوان المطبخ العربي ورشاقة المطبخ العربي ونزاهة المطبخ العربي. نغطيها، نيجي نتبل التتبيلة بتاعتنا. توم باودر، بصل باودر معانا من الدقيق معلقتين. اللهم صل على النبي. اكتبي ورايا المقادير دي من فضلك، هتدعي لي بعد ما تعمليها، مش هتاكليها بره تاني. معلقتين دقيق، بصل بودر، توم بودر، معلقتين من الدقيق. ايه الجديد هنا يا شيف؟ اصبر على رزقك، نقلبهم كويس ونجيب البهارات بقى اللي هي بتدينا الطعم، وناخد بعضينا كده. اللهم صل على النبي. ونيجي هنا لايه؟ لمكان العمل. ملح بتاعنا، فلفل اسود. التقطيعه زي ما انت عايزه، بيسالوني لازم نقطع التقطيعه ديت. انا اتعمدت اقطع التقطيعه دي علشان احنا بنشوفها في المطاعم كده، بس ممكن انت تقطعها مكعبات كريهات يعني. حلو؟ بابريكا، هي قطعيها مكعبات مع البطاطس الكبيره، اما البطاطس الصغيره قطعيها على اربعه تبقى لطيفه وحلوه. بهاراتك يا شيف اللي حطيتها، حطيت طبعا بابريكا، كركم، ملح وفلفل وشويه زعتر. لسه ما حطيتش الزعتر، لان في تركايه لما احط الزعتر، الزعتر باخده كده بحطه على كف ايدي كده، لان ده خشن مش عايزه يبان شويه. دول حلوين، وافركهم بايدي كده، افرك الفانوس السحري يديني طعم حلو على طول. هي الحركة دي.
شم ايدك كده بعد ما تفرك الزعتر، اعمليها في المطبخ كده كل شويه، عايزه تجيب ايدك هنا شم الريحه الحلوه. اه ونقلب التتبيله دي يا عم الشيف. ايه اللي انت حطيته ده يا شيف؟ زعتر بري. طبعا مستحيل هتلاقي المطعم حاطط لك زعتر بري، هو عاملها وحاططها في الفريزر. هجيب زعتر بري منين اخضر زي ده كده؟ شفت الفرق بقى؟ شفت التركايه؟ مش هتلاقيها غير هنا وبس اهو. ده زعتر بري. شفت ادى جمال للبطاطس ازاي؟ اهو زي الفل. ناخد الخلطه بتاعتنا الحلوه دي كده. اهو. حلو قوي. ونجيب صينيه في الفرن. الصينيه دي بتسخن. زي الفل كده يا عم الشيف. ناخد الكبسه دي نخليها هنا. ومعانا صينيه شديده الحراره اهي. اللهم صل على النبي. ليه سخنت الصينيه؟ حد يقول لي بقى. انا مش هجاوب على السؤال ده غير لما اسمع الاجابه من خلال حضراتكم. ليه سخنت الصينيه قبل ما احط فيها البطاطس؟ اشكرك يا بختك يا شيف. في حب كده. بس يتصلوا الساده المشاهدين يشكروا الشيف ويقولوا له كلام حلو. ده الواحد يجي كل يوم وعم ايهاب يقول لي ايه ده؟ اه كل يوم اجي يا عم ايهاب بسمع كلام حلو. هنحط زيت الزيتون. زيت الزيتون اهو. اهو. ده في ارضيه الحلق وزيت زيتون هنا. اهو. بس زيت الزيتون يتحط بعد التقليبه دي خلي بالك. اهو. حلو قوي. ونقلب. محدش قال لي ليه سخنت الصينيه والطاسه والحله اللي هتحط فيها البطاطس قبل. اه زي ايه تاني معلش؟ حد يقول لي. لا 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 مش دي خالص. هو ده بقى الكلام. اه شفت التقليبه دي مهمه. واخد البطاطس كده بالشكل ده كده. اه عشان البطاطس اجاوب ولا التليفونات هتيجي؟ انا عايز اسمع الاجابه. طيب علشان البطاطس ما تلزقش في ارضيه الطاسه. خلي بالك التحميره دي مهمه جدا. اه لما اجي اقلبها تتقلب معايا ما تلزقش. دخلها دلوقتي الفرن بالشكل ده كده. الله. مع التحميره وجود معلقه الدقيق هنا بيعمل عملية تماسك للتوبنج اللي أنا عامله للبطاطس. وجود الدقيق مع البطاطس علشان ملمس البطاطس مش هيشيل التوابل، فالدقيق بيساعد على إن البطاطس يكون فيها طعم التوابل اللي أنا حطيته. هاخدها زي ما هي كده. زي ما هي كده، زي ما هي كده. العب، العب أهي. 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 زي ما هي كده. أه أه. زي ما هي كده. هضيف حاجه صغيره هنا كده. وجود الزعتر البري ده معايا اهو. شفت الجو ده كده. اهو صينيه البطاطس دي هتسيب الحمام وتسيب السمان وتسيب الخروف الضاني وتاكليها زي ما هي كده في درجه حراره الفرن 180. اهو الف هنا وشفا للي ياكل. يلا نظره الوداع. العب. اهو العب. هو ده. يلا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. بعد الفاصل هنرجع مع بعض ننظف مطبخنا ونروق الدنيا. ايه التركية الاخيره لعمل كبسه السمان الحلوه فيها عشق من الخضار عشق من التوابل العربيه؟ عنوان المطبخ العربي. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. النظافة مطلوبة للأمانة، لأن أنا لما بعمل أكلة حلوة وأتعب عليها وأبقى فرحان إن أنا عامل طبق حلو ولادي بيحبوه، جوزي بيحب الأكلة دي، لازم مطبخي كمان يكون رايق. ممكن جوزي يرجع من الشغل على المطبخ يلاقي حاجة حلوة، صاحبتك ساكنة جارتك أو جاتلك فجأة، حماتك تخش تلاقي مطبخك رايق وزي الفل والشغل معاك زي الفل. حلو. نبص على الكبسة وخرجنا الجميل. عايز تبص أنت على السمان. أه كبسه لسه بتغلي ولسه فيها السوائل بتاعتها وزي الفل. بس نشوف ايه الدنيا كده. اه لا الجزر استوى ما اقولكش. والكوسه. اه البهارات بتاعتنا. السمان في ارضيه الحله. اه ما تقلقش
زي الفل. هنهدي النار عليها عشان عندنا نوع عصير هنعمله دلوقتي. العصير ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، واصبح الموضوع سهل جدا ان انا ابحث عن فايده البنجر، سواء بنجر ني او بنجر مستوي، عصير برتقال. الموضوع مش متوقف بس على الشيف المغازي يقول ده عصير يعالج الانيميا، لا، انت خش دلوقتي على التليفون اللي بين ايدك ده وقولي فايده البنجر ايه للاطفال لكبار السن. اكيد فوائده كتيره، ده يدل على ان احنا دايما نستخدمه سواء في طبق سلطه، في عصير، في سموزي، نعمله ايس كريم، ده المطلوب مننا. المقادير على الشاشه، معانا برتقال ومعانا بنجر مسلوق 3 ارباع سوا، حلو الكلام، ومعانا كمان تلج. وانا في المقادير كنت عايز احط عسل بصراحه، يعني قلت العسل هنا ملوش لازمه. ليه يا عم الشيف؟ لان البنجر والبرتقال فيه سكريات، فعايز استفيد بالسكريات اللي موجوده في البنجر. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، اذا كان البنجر او البرتقال بتاعنا. بس انا بوسع الدنيا كده علشان السمان بتاعنا هنغرفه دلوقتي في حله كبيره او في طبق كبير او في سيرفيس كبير، عشان الطبليه والقعده الحلوه تجمعنا. اخبار العصير ايه؟ ادي الخلاط بتاعي. طبعا بتشتري خلاط يكون كده بيقاوم التلج، يفضل يعني، او انك تحط ميه تبريد عاديه، ميه ساقعه. بس السموزي طبعا بيبقى احلى لما تحطي فيه تلج، مكعبات تلج. ايه الاخبار؟ العب. هو ده معانا البنجر، معانا عصير برتقال، معانا تلج. بس في حاجه حلوه عايز اقول لك عليها، لو عصير البرتقال في الديب فريزر تبريده عالي بيغنيك عن التلج، حلو قوي. حاجه تانيه كمان، لو البرجر اللي اتسلق معانا ده كده بعد ما سلقتيه خدتيه وحطيتيه في الديب فريزر بيغنيك عن التلج. انا بشرح لك بعض الوسائل اللي بتساعدك تخليك تعملي الحاجه اللي انا بعملها. هتقولي طب انا هجيب تلج منين؟ لسه هقوم واحط في البتاعه في الفريزر تلج، وعلى ما يتجمد التلج يكون الحر خلص وخلاص ونمنا واتغدينا. الجو ده كله انا عارفه، خلي بالك، حاجات كده بتخلي الواحد يكسل. لا، الموضوع بسيط خالص، البنجر ده يتسلق، يتحط في الديب فريزر، يوصل لمرحله التبريد والتجميد يغنينا عن التلج. البرتقال ده بنحطه في الفريزر يوصل لمرحله التبريد والتجميد بيغنينا عن التلج، وهكذا. ادي التلج معانا. طبعا احنا مش عاملين الكلام ده لان احنا بنشتغل كل يوم طازه، على عينك يا تاجر. ادي التلج معانا زي الفل. بنحط عصير البرتقال. لا، صوت البرتقال هنا بيعذبني مع التلج، عايز الشاليمو وخلص الكلام. زي الفل، تمام. البنجر الحلو ده كده في قلب البرتقال. الله، سمعنا الصوت ده كده؟ يا ويلي، في خناقه بتحصل هنا. بنجر وتلج وعصير برتقال. لا، مش هحط سكر، اذا السكر بيطلع من البرجر يا طيب. ممكن اعمل حاجه حلوه، احط ورقتين نعناع. دايما بحب ورق النعناع مع العصير الفريش والسموزي، بس ده ورقتين صغيرين بس عشان الطعم ما يهربش مني. حلو الكلام، ونشيل دي من هنا كده، وربنا يسهلنا ونشتغل ايه مع الخلاط. حلو قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى، we'll be right back.
ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ لا لا لا، العصير لونه وشكله موضوع تاني على فكره. طبعا لازم نسبة وتناسب عشان العصير ما يبقاش ايه له قوام كده غليظ. خلي بالك البنجر بالذات ما تحسش انك بتاكل سلطه. خلي بالك بتعملي عصير خيار، بتعملي عصير سبانخ، سبانخ بتتعمل عصير. يا شيف خلي بالك الحاجات دي مطلوبه، دايما تخلي القوام فيه سائل كده، سائل بتاع العصير علشان ما نحسش ان ده سلطه. انما بعمل مثلا عصير فواكه، تفاح مع موز مع كيوي مع الفواكه عادي، ممكن يكون العصير غليظ شويه او قوامه تقيل شويه مفيش مشكله. اما مع عصاير الخضروات زي الطماطم زي البنجر زي الجزر زي السبانخ زي الخيار، لازم يكون القوام بتاعه لطيف وخفيف. انا كل ما افتكر البطاطس اخش على الفرن واشوفها، ما تيجي نبص عليها مخرجنا الجميل شفيق. البطاطس واللطافه والزعتر البري عامل عمايله. ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ هو ده. يلا بطاطس شكلها جميل، الله عيني. زي الفل. يبا نقفل الفرن وناخد بعضينا ونشوف العصير اخباره ايه. بس انا جاي على بالي اغرفه هنا كده او اصبه هنا. يا صبابين العصير زيدوا حالاته. هو ده لازم تعمليه لاولادك النهارده واطفالك الحلوين. شايفين فين البنجر؟ مش باين. فين البرتقال؟ مش باين. بس اللون انا مش هقول فوائد البرجر ايه ولا فوائد البرتقال ايه، انا هسيب حضراتكم انتوا اللي تبحثوا وتقولوا. وانت قاعده بتتفرج عليا دلوقتي كده حالا، الكاسه دي عايزه شويه، قولي فوائد البرجر على التليفون بس خلاص. هتقعدي تقري فيها لغايه لما الحلقه تخلص ونعيد الحلقه تاني كمان. خلي بالك مع فوائد البرتقال وهكذا. حلوه قوي. روق الدنيا عشان عايز اغرف كبسه. الله حلوين هنا. عينيا قامر. انا بجيب حاجه كده يعني تكسر اللون الحمار ده كده. انا عارف التركايه بتاعت المغازل اللي انتوا عارفينها. بس خلاص ناخد السلفيز الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، ونيجي للكبسه بتاعتنا. لا 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 الكبسه دي بقى ما اقولكمش، بس خلونا ابص عليها كده الاول. ايه الدنيا؟ ايه الحلاوه؟ اللهم صل على النبي. طبعا ما تتقلبش كتير بقى عشان السمان مش محتاج، ان هو اللحم بتاعه شويه يعني خفيف وما بياخدش وقت كتير في السوى، فانا مش لحمه ضاني هي اقعد اقلب فيها بقى واجيب اللحمه فوق، لا خالص. انا هسيب السمان كده بطبيعته وهنغرفها دلوقتي مع بعض ونشوف الخضار بتاعنا الحلو ده كده والتوابل العربيه اللي هو عنوان المطبخ العربي وعنوان الكبسه. ناخد السرفيس بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي، ونحطه هنا كده ونقول يا مسهل الحال يا رب يا معين. أبا اللهم صل على النبي. نصلي على الحبيب قلبك يطيب. هو ده ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ فين السمان؟ اوريهولك دلوقتي. حاضر، بس انا عايز شويه الرز دول مع القرن الفلفل دول. السمان مفيش سمان في الحله، السمان مع الرز. انا بيعجبني قوي شويه الرز الحلوين دول، ده الطبيعي. مع البصلايه المتكرمله. يا ودي شيل دي من هنا. حاضر يا غالي. عينيا ايه الاخبار؟ السمنيه اهي اهي. لا 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 بص بص ارجوك ارجوك انا بحبك، جيب لي التفاصيل وورك السمنيه طالع معايا عايز ينزل في الكبسه. استوى
يا راجل يا راجل يا طيب، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو اهو كمان واحده اهو اهو. شفت الدبوس الحلو ده كده؟ اهو ده 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 اهو. داخل فين ده؟ بتاع سمان مش بتاع روبي. هو ده اهو. الف هنا وشفا، ده تاخديه كده على بقي وطفلك الجميل الحلو بألف هنا وشفا. اهو تاني نشوف دي كمان مع بعض. اهو السمنيه اهي لحمها مهري، ايه الجمال والحلاوه دي؟ اهو اهو الله اهو اهو. بس خلاص انا بس بشوقكم عشان نعمل الاكل ده لاولادنا النهارده، عشان دي اماره عينيا، دي اماره عشان الاكل اللي انا بعمله تقدري انك انت بعد الحلقه ما تخلص تعملي نفس الاكل ده. هدفنا في البرنامج اكله امي، ولكن ايا كان الاكل ايا كان الطعم ايا كان الشيف يجتهد، عمرنا ما هنوصل لطعم اكلات امهاتنا، مستحيل يعني. اه حاضر يا فندم. حلو الكلام. ادي الكبسه بتاعتنا زي الفل. ناخد مع بعض نشوف البطاطس اخبارها ايه. ايه الاخبار؟ بطاطس بطريقه جديده علشان ما تشتريهاش من بره، تبقى انت ضمنت التوابل بتاعتها. الشيف المغازي حط بعلايه زيت زيتون علشان نهزها كده بعد ما تطلع من الفرن تتهز بالشكل ده كده. طب جيبوا لي دي كده عشان دي بقى حلوه دي كده اهو زي الفل. حلو الكلام. اهو بطاطس توابلها تقدري تعمليها بسهوله بالشكل ده كده اهي. شايفه الجو ده كده اهو. الزعتر البري هنا سيد الموقف، توابلها الشكل الألمس أو الملمس بتاع البطاطس، لازم نحط معلقة دي مع التوابل عشان تديني الشكل والطعم ده كده. عايزاها سبايسي كتري فيها شوية فلفل أو شوية شطة باودر، مفيش مشكلة حسب الرغبة. البابريكا كفيلة في إن هي تخليها سبايسي. حلو الكلام. مطبخنا النهاردة فيه تفاصيل كتيرة، مطبخ صحي. آه صحي. استخداماتك للدهون هنا مفيش، اعتقد ان هو زيت زيتون استخدمناه في الكبسه بتاعتنا بتاعت السمان، وكده كده السمان الدهون فيه قليله جدا. عصير البنجر بالبرتقال لطيف وجميل شكله، طبعا غني عن القيمه الغذائيه بتاعته. البطاطس اللي انا عملتها بهديها لكل الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني وبيتصلوا بيا، دي على فكره صحيه من الدرجه الاولى لان انا عاملها بزيت زيتون وما فيهاش دهون ولا زبده ولا اي حاجه. رؤيه فن ابداع، والوقاية خير من العلاج. كل يوم حد من كل أسبوع بيكون أكلنا صحي بقدر الإمكان بنسبة تقريبا 50-60-70% حسب مكونات الأكلة. رؤية فن إبداع من ماسبيرو.